الزراعة العضوية هي طريقة سليمة للتعامل مع الطبيعة وحماية التربة من الآفات المضرة بدل ما الاعتماد على الكيماويات، ومن خلال اعتماد هالزراعة منحافظ على توازن البيئة وخصوبة التربة. الطقس لبكرة بلبنان رح يكون غائم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة ورياح جنوبية غربية مع ضباب على المرتفعات مساء. نبقى هلأ بجولة على معدل درجات الحرارة ببعض المناطق اللبنانية، ومنروح سوا إلى شمال لبنان وتحديدا إلى عكار، حيث عم بتسجل بعكار 17، طرابلس 26، جبال 26، برمينة 25، بيروت 28، بيت الدين 18، ومننتقل من بعدها إلى سور 27، نبطية 21، برمينة 25، بعلبك 21، القرص 15، والهرمل 24. أما الرطوبة فبتتراوح بين 30 و70%، حرارة سطح الماء 30 درجة، وسرعة الرياح بين 8 و25 كيلومتر بالساعة. أما كيف رح يكون طقس اليومين الجايين؟ خلينا نشوف سوا. لليلة رح توصل درجات الحرارة لل 21، نهار الأربعاء بتتراوح بين ال 21 و33، ونهار الخميس بين ال 20 و32 درجة. نبقى هلأ بجولة على معدل درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية، ومنروح سوا إلى عمان 24، صنعاء 20، دمشق 24، نواكشوط 29، الرباط 22، ومننتقل أخيرا إلى باريس 13 وبرلين 12 درجة. وهيدا كان كل شيء. باي.